loek. Amin ya Allah. Gus amin. لَكُمْ عَمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ أَيُّهَا الشَّابُّ تَزَوَّجْ عَجَزَ الشَّيْطَانُ وَقَاطَعَ يَا وَيْلَهُ رُسِمَ مِنِّي وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رُكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَجَاوِزِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رُكْعَةً مِنَ الْعَجَمِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَلَا التَّوَّابِينَ وَقَالَ تَجَاوَزُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِينَ بِالْمَرْءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَةِ الْمَحْمُودِ بِقُدْرَتِهِ المطاعي سلطانه المرهوب من عذاب وسقوته النابض أمره بالسماء وأرضه الذي رفع الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه عزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته وجعل مطارة سبال ذلك وامرهم فترضى وشى جميل ارحم وارسم انام فقال عز من قائل وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ومن الله يجري الى قضائه وقضاؤه يجري الى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر اجل ولكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.